شعبنا يا أجمل شعب أجمل شعب متبركين في الأرض الغالية متبركين بكلام الرب بكلام الرب وليك سلام من قلب الله كوني يا بلدي أرض السكنة ليك سلام من قلب الله كوني يا بلدي أرض السكنة كوني في خير وانتي في رضا سيري في نور وجه الله وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله وارتاحي يا مصر وافرحي وافتحي يا الله تحميك يا بلد وترسي كل مره دي على مرسى حب الأبدي ينسيكي تعب الماضي تعب الماضي وليك سلام من قلب الله كوني يا بلدي أرض السكنة كوني في خير وانتي في رضا سيري في نور وجه الله وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله ارتاحي ارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله يا أمي أنا ولدك وهشيلك وامسح دمعك وامسح دمعك وفي دمي ساكن حبي وفي روحي صلوة تهمك وليك سلام من قلب الله كوني يا بلدي أرض السكنة كوني في خير وانتي في رضا سيري في نور وجه الله وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله وارتاحي يا مصر وافرحي وافتحي قلبك لله الله أهلا بكم مسعدين الكرام وسهراية رمضانية جميلة بإذن الله ممزوجة بالمديح والإنشاد الديني والترانيم بمناسبة الأعياد طبعا أعياد إخواتنا الأقباط وبمناسبة شهر رمضان الكريم. هنسمع حاجة كتير النهاردة من ضيوفنا الكرام وهنستمتع بإذن الله بحلقة جميلة بإذن الله إن شاء الله هتعجب حضراتكم. بس خلوني الأول أرحب بضيوفي الكرام المنشد محمد الحاوي مؤسس أول مركز للإنشاد الديني والترانيم. أهلا بيك منورنا في مصر جميلة. وكمان باسم إبراهيم مرنم وعازف العود. أهلا بيك يا باسم منورنا. أهلا بحضرتك فرصة. وطبعا الفرقة الجميلة اللي احنا سمعناها وهنسمعها بإذن الله الكورال ترانيم السماء هيكون معنا وهنستمتع بيهم أكتر وأكتر. نبتدي بقى منين الحكاية؟ تعالوا نبتدي بنسمع على طول لأن مش عايز ضيع وقت. احنا حلقتنا النهاردة عايزينها تبقى سخنة كده وجميلة طبعاً. نبتدي بيك يا محمد هتسمعنا ايه؟ عذرا رسول الله. تفضل. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف والله لو ماء البحار بجمعها أحمد ما كفى والله لو
قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو قبر الحبيب محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه 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 أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات الله وسلامه عليك يا خير خلق الله. انا مش عارف اعمل ايه، انا عايز اسمع حاجه تانية. هتسمع يعني معلش واحده بسكوا في حاجه تانية مع بعض. انا عارف انه صعب يا جماعه، صعب جدا انك تظبط حاجه على الهوا مره واحده كده وهوبا يلا. فخلونا نختم بدي. اوكي هنختم بالاغنيه بتاعت بدو، هي حلقه سريعه معلش. تمام طيب بقى عشان حبيبي حضرتك الدنيا وكده والعياد بتاعتكم بسبب القداس بتاعكم والحاجات دي، فعايزين ان احنا طبعا نزيع كل حاجه نقدر نزيعها. فاحنا الحلقه معلش انا بعتذر لكم، الحلقه مدتها كانت صغيره شويه النهارده، لكن اكيد هتعوض في حاجات تانية ان شاء الله. هنختم على حاجات تسمعوها لنا. تمام يعني الاول خليني اشكركم بجد، انا استمتعت بيكم جدا حبيبي وانبهرت بالكورال الجميل ده. بشكركم شكرا جزيلا باسم طبعا، والكورال بشكركم نورتوني. ونبتدي نسمع حاجه قبل ما نختم. شابب على طراطيف عنواني، شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عودي وهات يا أغاني. والغنى صاب في حياة، والحياة رسمة لمعاه، والصورة في العود مسكة مسكاني في يد الله. والغنى صاب في حياة، رسمة لما بالصورة في العرض مسكى مسكاني في يد الله. عارف إني بموتي بعيش، طول ما أنا ساجد ما بنحنيش، أشفى بدمعي أشفى بوجعي، أطرد فرحي وأنا السعودي فيه نغمات، علشان متكلي هو الله. ومعديها بلا إجابات، يكفي وجوده مليني السبات. للسعودي فيه نغمات، علشان متكلي هو الله، علشان متكلي هو الله. الله 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 الله.